هناك تلميذ من تلاميذ البخاري ابن أبي حاتم يلقب في الكتب بوراق البخاري. لازم البخاري فترة طويلة وكان منه كظله سفراً وحضراً، وكتب كتبه وحدث عنه حتى أطلق عليه وراق البخاري، إنه محمد بن أبي حاتم الوراق. ما معنى وراق البخاري؟ يعني هو تلميذ كان دائماً يحمل الدفاتر والأوراق للإمام البخاري، البخاري كان يملي عليه وهو يكتب ويساعد البخاري في تأليفه، في تأليف كتبه. فيقول وراق البخاري أنه نام مع البخاري في منزله في ليلة من الليالي، فيقول أحصيت على البخاري أنه قام وأوقد السراج، أشعل السراج المصباح في ليلة واحدة من 15 إلى 20 مرة. لماذا؟ يتذكر فائدة فيقوم فيدونها، حتى وهو نائم عندما يستيقظ في نصف الليل يكون يفكر في تأليف كتاب أو في فكرة كيف يرتبها، كيف يقدم هذا الحديث، يؤخر هذا الحديث. يقول محمد بن أبي حاتم: أملى البخاري يوماً علي حديثاً كثيراً، فخاف ملالي فقال: طب نفساً، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعتهم، والتجار في تجارتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بدأ البخاري رحلته لجمع الصحيح وهو في سن مبكرة جداً، وأعانه على ذلك نبوغه المبكر وقوة حفظه المذهلة. فانطلق في رحلته من مدينة رسول الله وهو دون 20، وحتى مختلف بقاع الدنيا خلف الحديث الصحيح والرواة الثقات العدول، وجمع أكثر من 600,000 حديث، وقابل في رحلته أكثر من 1,000 نفس، ثم أخذ ينقح هذه الأحاديث حتى وضع أصحها في كتابه الجامع الصحيح. طبعاً صحيح الإمام البخاري من الكتب المهمة جداً في تاريخنا الإسلامي، ولكننا لا نعرف على وجه الدقة متى ألفه الإمام البخاري بالضبط، ولكننا عندنا بعض المعلومات التي قد تقرب إلينا هذا التاريخ. يذكر في الروايات عن الإمام البخاري أنه ألف صحيحه خلال مدة طويلة استغرقت 16 سنة، ف16 سنة وهو يؤلف هذا الكتاب، طبعا بمعنى أنه كان يزيد ينقص يرتب يقدم يؤخر، ماذا يضع العنوان لهذا الحديث، هل هذا العنوان أنسب أو عنوان آخر، هل ننقل هذا الحديث من هذا المكان إلى باب آخر أو لا، هذا معنى أنه استغرق 16 سنة. أما عن الفترة التي ألف فيها الإمام البخاري صحيحه فنقدرها بالتالي: لدينا رواية للعقيلي رحمه الله يقول أن الإمام البخاري رحمه الله لما انتهى من صحيحه عرضه على مشايخه علي بن المديني وأحمد بن حنبل وكذلك يحيى بن معين، توفي 33 و200. إذا قلنا أنه عرضه عليه في السنة الأخيرة قبل وفاته، يعني 33 و200، يكون قد بدأ تأليفه 17 و200. في هذه السنة بالضبط يكون عمر الإمام البخاري آنذاك 23 سنة. ابتدأ تصنيف صحيح البخاري أو كتابه الصحيح وهو بعمر 23، واستمر على هذا الأمر 16 سنة، أطول مدة يستغرقها باحث في الدكتوراه لا تصل إلى هذا. لذلك دعنا نتصور كم الجهد والطاقة التي بذلت في صناعة هذا الكتاب. استمر 16 سنة حتى وصل إلى عمر 38 39، فأنهى الكتاب. كانت فكرة جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة في كتاب واحد موجودة في عقل البخاري وفكره، ولكنه كان بحاجة لدفعة تضعه على هذا الطريق، وتمثلت هذه الدفعة في أمرين:
أولهما رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وثانيهما قول شيخه إسحاق بن راهويه: لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع ذلك في قلب البخاري وبدأ رحلته الخالدة في جمع الحديث. هذه الفكرة التي كانت تدور في ذهن الإمام البخاري كانت تحتاج إلى أحد يشجعها أكثر، يعني ما زالت فكرة، لكن يعني هو أول واحد يقوم بها. كان أحياناً يعني الإنسان كما يقولون يقدم خطوة ويؤخر أخرى، هل أفعل أو لا أفعل؟ لأنه لم يسبقني أحد إلى مثل هذا. فكان البخاري يحتاج يعني دفعة، واحد يدفعه قليلاً يقول له افعل. فيسر الله تعالى قصة للبخاري عند شيخه إسحاق بن راهوي في مجلس الشيخ عند إسحاق بن راهوي، في رواية أنه الشيخ نفسه الذي قال، وفي رواية أنه أحد التلاميذ قال، قال: لو قمتم فجمعتم كتاباً في ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. كانوا يكتبون الأحاديث ما صح وما لم يصح. قام أحد أصحابنا يقول البخاري في رواية، وفي رواية قام إسحاق نفسه يقول وقال: فقط نقتصر على ما صح. قال: فوقع ذلك في نفسي. فبعض الناس يظن أنه فقط هذه القصة هي التي جعلت البخاري يؤلف كتابه، وهذا غير صحيح، وإنما هذه القصة هي التي يعني شجعت البخاري أن يظهر الفكرة التي تدور في ذهنه ربما من 5 سنوات أو 10 سنوات أو شيء مثل هذا. يعني كان هاجساً في ذهن البخاري، ولكن كان ينتظر وقت التنفيذ، فجاءت هذه القصة لتقول له حان وقت التنفيذ. ربما يسأل سائل: لما أفرد البخاري رحمه الله تعالى الحديث الصحيح؟ إلى عصر البخاري رحمه الله كانت الكتب تجمع المرويات دون فصل لها بين صحيح وما دونه وضعيف، لأن قصد العلماء في ذلك الوقت كان هو جمع الأحاديث، وكانوا إذا سمعوا الأسانيد استطاعوا أن يعرفوا أصحيحة هي أم ليست صحيحة. لكن ظهرت الحاجة بعد ذلك إلى أن يفرد الحديث الصحيح بتصنيف يتميز به الصحيح عن الضعيف، فلا يكون في ذلك التصنيف اختلاط بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة. هذا ما يمكن أن يقال كأسباب مباشرة ونحن نقبلها، لكن هناك نقطة أهم، وهي في ظني مرتبطة بحال علم الحديث في ذلك الوقت الذي وصل إلى مرتبة من النضج، بمعنى أن الرواة تم تصنيف الكتب الأساسية في تاريخهم وتراجمهم ونقدهم، وأن الأحاديث قد صنفت فيها المسانيد والمصنفات الكبيرة التي كانت هي المدونة الأساسية والرئيسية للأحاديث بين يدي البخاري، والرواة حفظوا الأحاديث حفظاً دقيقاً وتخصصوا بذلك. فالآن الجو صار ملائماً لأن ينتقل هذا العلم نقلة نوعية إلى الأعلى، وهي عملية الاختيار. فالتأليف السابق كان يغلب عليه عملية الجمع، وأن نترك للقارئ أو للدارس وللباحث وللمحدث لاحقاً عملية اختيار الحديث الصحيح والتمييز بين الصحيح وغيره. تبرز قيمة تأليف الإمام البخاري في تلك الفترة في الكتب التي كانت مؤلفة قبله ومصنفة حول الأحاديث. فالإمام البخاري ألف صحيحه في مرحلة كانت فيها المسانيد والمصنفات التي ألفت حسب الموضوعات والتي ألفت على طريقة المسانيد. الإمام البخاري دقق، لأنه كان عبقريا، دقق في أحاديث كثيرة جدا حتى استطاع أن يخرج لنا هذا الكتاب الذي هو كتاب الصحيح. فهذا مجهود عظيم جدا، لو ما وجد لنقص كثير من فهمنا لصحة الأحاديث أو ضعف الأحاديث أو منهج النقد الحديثي عند علماء المسلمين. لكن من حيث الرواية، فالروايات الموجودة في صحيح البخاري موجودة في جميع كتب السنة الأخرى. من دواوين الإسلام العظيمة وكتبه الجليلة كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس، وسمي بهذا الاسم لأن الإمام مالك وطأه للناس ومهده وهذبه لهم. وقال عنه الإمام الشافعي: ما كتاب بعد كتاب الله أنفع من كتاب مالك بن أنس، حتى ظهر صحيح البخاري الذي تقدم على الموطأ في الصحة، وذلك لأن الإمام البخاري جرد صلب الكتابات من البلاغات والمراسيل، ولكن تقدم صحيح البخاري في الصحة
لم يفقد الموطأ تلك المكانة كمصدر من مصادر السنة المشهورة. أول من ألف في الأحاديث الصحيحة خاصة، هل هو البخاري أو هو الدارمي؟ في بعض العلماء ذكروا أنه هو الدارمي، وبعضهم قال الإمام أحمد بن حنبل، وبعضهم قال بل هو الإمام مالك، وهذا يرجعنا إلى يعني 50 سنة أو 70 سنة إلى الوراء. حقيقة الإمام مالك يقال أنه أول من ألف في الصحيح هو الإمام مالك في الموطأ. لماذا؟ لأنه بعض العلماء قالوا أصح كتاب بعد كتاب الله موطأ مالك. نعم، وهذا قاله ابن مهدي مثلا، قاله الإمام الشافعي مثلا، ولكن هؤلاء عاشوا قبل البخاري، يعني لم يروا كتاب البخاري، لذلك قالوا أصح كتاب بعد كتاب الله هو موطأ مالك. وفعلا ما في موطأ مالك كله صحيح، ولكن الإمام مالك كان يروي الأحاديث المتصلة، وكان يروي الأحاديث المنقطعة، وكان يروي بلاغات، يعني يقول بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهذا لا يصح على طريقة المحدثين. نعم هو موجود بأسانيد صحيحة خارج الموطأ، فهو صحيح من طرق أخرى، لكن نفس الطريق التي رواها مالك بهذه الصيغة لا تصح عند المحدثين. فالمتن صحيح، لكن الحديث بهذه الصورة إسنادا وبتنا لا يصح. لذلك قالوا النتيجة أن الموطأ صحيح، لكن بالصورة الموجودة عليها الآن لا نستطيع أن نقول هو كتاب في الأحاديث الصحيحة خاصة. أما أول من صنف في الحديث الصحيح فقد ذكر الأئمة أن الإمام مالكا صنف كتابه الموطأ، وأنه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان في كتابه ينتقي الأحاديث التي يستدل بها ويحسن الظن برواتها، وربما قبل بعض المراسيل والبلاغات. أما الإمام البخاري رحمه الله فهو أراد أن يفرد الحديث الصحيح الصحة المعيارية بغض النظر عن المراسيل وعن المقاطيع وعن البلاغات ونحو ذلك. صحيح البخاري هذا الاسم الذي اشتهر بيننا في هذه الأزمان المتأخرة أن اسم الكتاب صحيح البخاري، وبعضهم إذا أراد أن يسميه باسم آخر يقول الجامع الصحيح. الإمام البخاري رحمه الله سمى كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وأموره وأيامه، وهذا العنوان هو دال على مضمون هذا الكتاب وما يحتويه من الحديث وما خطته فيه رحمه الله تعالى. أولا هو قال الجامع. ما معنى الجامع؟ الجامع يعني يقابل كتب السنن، قالوا يشمل أحاديث الأحكام، يعني الأحاديث الفقهية في أبواب الفقه، صلاة، صيام، بيوع، نكاح، طلاق، يعني الأحوال الشخصية، جنايات، عقوبات، يشمل الأحاديث الفقهية ويشمل غيرها من أمور الدين، كأحاديث في تفسير القرآن، أحاديث في فضائل الصحابة مثلا، أحاديث في الفتن وأحداث آخر الزمان، أحاديث في الإيمان والعقائد. الكلمة الثانية هي المسند. المسند في اصطلاحهم بمعنى أن الأحاديث التي أرويها في هذا الكتاب أحاديث متصلة ومرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد فيها من شرطين. أولا اتصال الإسناد، لا يكون هناك انقطاع داخل الإسناد نفسه، فهنا خرجت الأحاديث المنقطعة بصورها الكثيرة، ولابد يكون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت أقوال الصحابة والتابعين. الجامع المسند الصحيح، فاشترط فيه الصحة، لكن نلاحظ الصحيح جاءت بعد كلمة المسند، يعني البخاري كأنه يقول أنا أجمع أحاديث مسندة، يعني مرفوعة إلى النبي متصلة، أشترط أن تكون صحيحة. المختصر يعني لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة، بل ترك أحاديث صحيحة كثيرة أيضا، وله منهجية في الاختصار من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. عندنا ثلاث كلمات الآن: أمور، سنن، أيام. لو بدأنا من الأخير الأيام، أيام النبي يعني سيرة النبي، غزوة بدر، غزوة أحد، فتح مكة، كذا، يعني إذن أخبار المغازي والسيرة. سننه كما قلنا الأحاديث الفقهية، سواء عبادات، معاملات، أحوال شخصية، نكاح، طلاق، كذا، أو عقوبات. أمور رسول الله
كما قلنا يعني تشمل العقائد، تشمل المناقب، تشمل الفضائل، تشمل أمور أخرى. فبهذا البخاري أيضا يعني أعطاني موضوع الكتاب من عنوانه. لما انتهى البخاري من تصنيف كتابه عرضه على بعض أشهر علماء عصره، فنظروا فيه نظرة فحص وتدقيق، فلم يجدوا فيه شيئا ينتقد عليه، بل أقروا له بدقته المتناهية في عمله، وتلقت الأمة صحيح البخاري بقبول تام، وأثنى عليه كل من سمع به، وقدموا البخاري على أنفسهم في مجالس الحديث. وكان أيضا من أسباب قبول الأمة لصحيح البخاري هي شروط الحديث الصحيح التي اعتمدها البخاري في جمع كتابه وتحريره، وهي شروط متفق عليها بين العلماء. انطباع علماء العصر عن هذا الكتاب، هذا يعيدنا إلى ما قد قلت بأن الصحيح كان أشبه برسالة الدكتوراه. هذا يعني أنه كان هناك لجنة مناقشة وتحكيم، فأول مستقبل لهذا الكتاب كان علماء الحديث في ذلك الوقت وشيوخ البخاري: أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، علي بن المديني. هم الذين استقبلوا هذا الحديث وحكموا وقالوا له: وافقنا على جميع ما وضعت من أحاديث صحيحة فيه، وعلى نتائج بحثك واشتغالك في السنة والحديث، وخالفناك في 4 فقط. طبعا يقول العلماء لاحقا: قارنا بين قوله وقول البخاري، فظهر بأن قول البخاري هو الأصح في هذه الأحاديث 4. القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأما كتب البشر التي صنفها البشر فلا بد أن يكون فيها شيء من الضعف البشري. الحديث النبوي هو كلام بشر صلى الله عليه وسلم من حيث الألفاظ، لكنه وحي من الله تعالى من حيث المعنى، لذلك نقله إلينا بشر ودونه بشر وحافظ عليه بشر، وهم في تدوينهم ونقلهم ومحافظتهم عليه لهم حظ من الحفظ والعناية التي تكفل الله تعالى بها لكتابه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة هي بيان للقرآن، لذلك حفظ هذا البيان كما حفظ أصله الذي هو القرآن. وضع الإمام البخاري منهجاً صارماً لقبول الحديث، وذلك إمعاناً في التحري والدقة. فاشترط البخاري طول مصاحبة الراوي لشيخه الذي يروي عنه وملازمته له، لأن ذلك أحرى أن يكون حفظ الراوي عن شيخه أقوى وأشد ضبطا. واشترط كذلك اللقاء والمعاصرة بين الراوي ومن يروي عنه، وأن يخلو حديث المحدث من التدليس، وأن يسلم من العلة القادحة في الحديث، كما كان متشددا في شرط العدالة والضبط الواجب توافرهما في الرواة. هل كان منهج الإمام البخاري في التثبت والمنهج التاريخي في التحقق من الروايات منهجا قويا؟ نعم. من هذه الجهة، هل يعظم العلماء المسلمين الإمام البخاري؟ نعم. أما من جهة نفس الشخص الشخصية بذاتها، قد يكون هناك أتقى لله منها في العلماء المسلمين، ولا يكون المنهج الذي اتبعه منهجا موثقا تاريخيا. اشترط البخاري بين كل راويين اللقيا والمعاصرة. المعاصرة معناها أنهما تزامنا في زمان واحد، فيبقى ممكن أن يروي فلان عن فلان، واللقيا أن يثبت لدى البخاري بالدليل أن فلانا لقي فلانا، فقد يتعاصر الرجلان ولا يلتقيان، فإذا تعاصر ولم يلتقي إذن الراوي هنا روى عن وسيط لم يذكره، إذن في احتمال أن يكون هذا الوسيط ليس من أهل الثقة والعدالة أو ضبط العدالة، وبالتالي كان البخاري رحمه الله يشترط اللقيا والعدالة في كل راويين. عمل البخاري في هذا الكتاب على تطبيق قواعد المحدثين بأعلى درجات الدقة، وانتقى أصول الأحاديث النبوية التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلاً صحيحاً. وبسبب شدة تحريه وحسن تصنيفه وترتيبه واختيار أحاديثه من بين أكثر من 600,000 حديث، وسمت الأمة كلها بأن هذا الكتاب هو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. أصح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب صحيح البخاري. هذه العبارة اشتهرت كثيرا، لا أقول على ألسنة المعاصرين فقط، بل منذ مئات السنين.
حتى إن الإمام ابن الصلاح مثلا في علوم الحديث قال إنما رواه الإمام البخاري ومسلم قد تلقته الأمة بالقبول، أجمعت الأمة على قبول أحاديثهما، ولذلك قال هو يفيد القطع، يعني يفيد اليقين بالنسبة للنبي عليه السلام. علماء السنة في عصر البخاري وبعده تواطؤوا تواطؤا لا خلاف فيه بين علماء الحديث على أن هذا الكتاب هو أصح كتب السنة على الإطلاق وأجلها على الإطلاق، وصارت مراتب الصحة مرتبة على أساس صحيح البخاري، فقالوا أصح الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، والدرجة الثانية ما انفرد به البخاري عن مسلم، والدرجة الثالثة ما انفرد به مسلم عن البخاري، والدرجة الرابعة ما كان على شرطهما ولم يثبته، والدرجة الخامسة ما كان على شرط البخاري ولم يثبته، والدرجة السادسة ما كان على شرط مسلم ولم يثبته. فمراتب صحة الحديث بعد الجامع الصحيح بنيت على الجامع الصحيح. لما أفرد الإمام البخاري الصحيح عن غيره كان هذا الصحيح هو أصح ما جمع في بيان القرآن الكريم، لذلك عبر العلماء عنه أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، لأنه تضمن البيان لكتاب الله، والله عز وجل هو الذي تكفل بحفظ كتابه وهو الذي تكفل بحفظ بيان كتابه. فاتفاق العلماء على أصحية صحيح البخاري أعطاه قدسية، هذه القدسية تأتي من كونه جمعا لحديث رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. جسد لم يذق طعم الراحة، وعين لم تعرف للنوم سبيلا، وهمة لم تهزمها الأهوال والصعاب، وترحال لم يتوقف لرجل تحقق له ما بلغه في منامه، فكان جامعاً لأحاديث النبي ومدافعاً عن سنته، وحفظ تراثاً اهتدت به الأمة من بعده في كتابه الجامع الصحيح الذي استحق أن يكون أصح كتاب بعد كتاب الله. تشاهدون في الحلقة القادمة. إن البخاري عندما ينتقي الأحاديث هو ينتقي أصول هذه الأحاديث، فلا يترك حديثاً صحيحاً أصلاً في بابه يؤسس لقاعدة كلية في الشريعة ولا يأتي به. ما أدخلت في كتابي هذا إلا ما صح، وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب. وعليه بنى البخاري كتابه الجامع الصحيح، لأنه انتقاه من 600,000 حديث، ولأنه كما قال عن نفسه أخذت عن أكثر من 1,000 شيخ.